Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, Qori'ah dengan nomor peserta SB 303 akan membacakan surah At-Taubah halaman 200 dimulai dari ayat 81 dan seterusnya. Qori'ah dengan nomor peserta SB 303 akan membacakan surah At-Taubah halaman 200 dimulai dari ayat 81 dan seterusnya. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا جزاء بما كانوا يكسبون فاستأذنوك للخروج
أذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا
استأذنك أولو الطول منهم وقالوا